شعرك، كل ما بتقصي شعرك كل ما بيطولش. يعني انت تخيلي كده طولتيه سنتي او 2 سنتي وتروحي تاك بالمقاس عشان يطول اكتر، تاك بالمقاس عشان يطول اكتر. ليه ما ترطبيه حته فازلين زي دي، حته صغيره جدا. بصوا، واي زيت عندك وتعملي كده حاجه بسيطه كده، وتعملي كده، وتعملي اطراف شعرك من تحت كده كده، بتوصلي لغايه هنا مثلا. وبلاش تحطه على الجذور، حطه على الاطراف، بيرطب الحته دي كويس قوي قوي قوي. وما تحتاجيش كل شويه تقصي وتبوظي شعرك، ما تبوظيش شعرك بكتر القص. حكوا ياسمين، ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. باي.